ما هي علاقته عليه السلام أو كيف كانت علاقته عليه السلام بالمراجع المعروفين بالنجف وغير النجف؟ كان الإمام أحمد الحسن عليه السلام محط أنظار الحوزة بعلمائها وطلابها، وكانوا يحترمونه ويقدرونه، وكان ذا هيبة ووقار يشهد له بها الجميع، وكانوا معجبين بجديته وإقدامه وشدته في ذات الله ونقله البناء في محاولته إصلاح الفساد الذي كان قد ملأ الحوزة. ثم تغير الحال بعد أن أخبرهم بأنه مرسل من قبل والده الإمام المهدي عليه السلام، وأمسوا يقولون ساحر وكذاب حاشا. ثم أفتى بعض المراجع بقتله عليه السلام. محاولات نظام صدام ولاحقته عليه السلام. اعتقل صدام لعنه الله بعض من كان له علاقة بالإمام أحمد الحسن عليه السلام وإن لم يكن من المؤمنين به، بل اعتقلوا بعد إعلان الدعوة. طلبة الحوزة عدد منهم وإن لم تكن لهم علاقة به، فقد كانوا يحققون معه في محاولة منهم للوصول له واعتقاله. والحمد لله الذي أخذ صدام وجنده وردهم خائبين. ما هو رأي الإمام أحمد الحسن عليه السلام بالحرب التي أسقطت صدام؟ عندما دنس صدام اللعين القرآن الكريم وكتبه بدمه النجس ثم احتفل بعيد ميلاده المشؤوم، قال الإمام أحمد الحسن عليه السلام: إن هذا آخر ميلاد لصدام اللعين، ولن يحتفل بعد هذا العام بعيد ميلاده المشؤوم، لأنه تعدى على الله وقارع الله في ملكوته فلن يتركه الله. في الحديث القدسي عن الله سبحانه: الظالم سيف أنتقم به وأنتقم منه، فصدام طاغية ونال جزاءه من الله بالسيف. علاقة الإمام أحمد الحسن عليه السلام بالحكومة العراقية والحملة الإعلامية لرجال الدين والحكومة لتشويه الدعوة وإبادتها. أولا، لم يشارك أنصار الإمام المهدي عليه السلام بأي شكل في الانتخابات أو الحكومة، لأن الإمام أحمد الحسن عليه السلام لا يؤمن بتنصيب الناس، بل يؤمن بتنصيب الله سبحانه وتعالى للأنبياء والأوصياء عليهم السلام، وإن كره الناس. وكل فترة من الزمن كانت تقوم الحكومة بهم أحد دور العبادة الخاصة بالأنصار وباعتقال عدد منهم، وبعدها تم إغلاق المكتب الخاص بالأنصار في النجف واعتقال عشرات الأنصار في النجف قبل أحداث الزرقة. وكان من ضمن الأنصار المعتقلين السيد حسن الحمامي، وهو من كبار علماء النجف ونجل المرجع الدين الراحل السيد محمد علي الحمامي. هم عندما قاموا بهدم دور العبادة الخاصة بالأنصار في كربلاء والنجف وإغلاق المكتب في النجف، منعوا وسائل الإعلام من التصوير أو نقل الحدث. فلما حدثت فتنة الزرقة ونقلت بعض وسائل الإعلام الأحداث من الهدم وإغلاق المكتب واعتقال الأنصار، حاولوا التغطية على جرائمهم بتحميل الأنصار أحداث الزرقة، يقولوا إن الأنصار يستحقون ما فعلنا بهم قبل ذلك. والحمد لله انكشفت الحقيقة واتضحت جرائمهم، ولكن مع ذلك فالحكومة استمرت باعتقال بعض الأنصار، وإلى اليوم المكتب مغلق في النجف ولا يسمحون للأنصار بفتحه. المجلس الأعلى، بالنسبة لهذا المجلس وتفرعاته، في شهر ذي الحجة لسنة 1428 هجري قمري عقد مؤتمر في النجف هذا المجلس، وطالبوا بعض وكلاء المراجع في هذا المؤتمر بمحاربة هذه الدعوة. وقد نقل هذا الكلام على الفضائيات. وبعد أيام من هذه المطالبة قامت السلطات الجائرة في النجف بمهاجمة الأنصار واعتقالهم وإغلاق المكتب، ورجال الدين بدأوا بحملة إعلامية كبيرة لتشويه صورة الإمام أحمد الحسن عليه السلام وتشويه صورة دعوته عليه السلام.
ونضرب مثال من هذا الزور والكذب الذي تعرض له الإمام أحمد الحسن عليه السلام شخصيا. فقبل سنوات وفي قناة الكوثر الفضائية الإيرانية وفي برنامج المهدي الموعود استضافوا علي الكوراني، وكانت الحلقة كلها تقريبا مخصصة للحديث عن الإمام أحمد الحسن عليه السلام وتشويه صورة الدعوة. ومن ضمن ما قاله علي الكوراني أن أحمد الحسن يقول أنه زوج أخته للإمام المهدي عليه السلام، وهو يعلم يقينا أن الإمام أحمد الحسن عليه السلام لم يقل هذا، ويعلم أنه يكذب، ولكنه لا يستحي من الكذب وقول الزور رغم كبر سنه والعمامة التي يضعها على رأسه. أولا، الشيخ الكوراني هو طلب أن يمنع عنه الظهور في قناة الكوثر، وقد منع لعام بسبب حرق جماعة الصرخي للقنصلية الإيرانية، ونحن لا علاقة لنا بالحدث. فهذه آية يا شيخ كوراني، قال ليهلك شارون وقد هلك، والآن أنت تقول يا شيخ كوراني أولمرت، لأن الذي في وقتها ارتكب المجازر هو شارون وقد مات، وهذه آيتان شيخ كوراني، هل يمكن أن تنكر هذا؟ لا يمكن يا شيخ كوراني أن تنكر هذا، فهذا مسجل عليك، وهي آيتين أنت طلبت أن تمنع من الظهور وقد منعت لمدة عام من قناة الكوثر، وكذلك طلبت أن يهلك شارون وقد هلك، والآن أنت تقول أولمرت، ربما قد تشابه عليك الأمر. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم يزعم أنه في الكوثر منعوني من الحديث سنة، وأنا رديت عليهم بعد ذلك، وأنا اللي تركت الكوثر، وما عندي مشكلة معهم، في مشكلة مع المدير، عندي ملاحظات عليهم وأحترمها، قناة محترمة وما عندنا أي مشكلة معها، وأستطيع أن أرجع عندما أريد. يا أخي الكريم، هؤلاء يكذبون. وأما أنه شارون كان في غيبوبة لما كان أولمرت وكان منتهي، وبعدين إذا يقول أنه هذه كرامة، أنه أنت منعت سنة من الكوثر كرامة، شارون مات كرامة، طيب كملوا لها الكرامة، أعطونا الآن معجزة واضحة، خبرونا قبلها بسلف. في فضائية العراقية، وهي قناة إعلامية تمولها الحكومة العراقية وتنقل رأي الحكومة وتدافع عنها، وفي برنامج إخباري بعد أيام من أحداث الزرقاء، وبعد أن تبين أن لا علاقة للإمام أحمد الحسن عليه السلام بها، اتصلوا تليفونيا بشخص وأفتى هذا الشخص بوجوب قتل الإمام أحمد الحسن عليه السلام، ولم يستنكر مقدم البرنامج أو القناة التابعة للحكومة هذا الكلام، وهذا يدل على رضاهم به، وكان هذا التصريح واضح في نواياهم حينها والتي نفذوها بالفعل فيما بعد. ولم يرفع أنصار الإمام المهدي عليه السلام السلاح لوجه الحكومة، رغم أن القوات التابعة للحكومة العراقية قامت باقتحام وهدم دور عبادتهم في النجف وكربلاء، وأغلقت المكتب في النجف واعتقلت وبقيت تعتقل. ثم كانت أحداث محرم 1429 والتي استشهد فيها كثيرون من الأنصار، واعتقل أيضا الكثيرين، وإن شاء الله يأتي الحديث عن الأحداث. يقول الإمام أحمد الحسن عليه السلام في جواب لأحد السائلين: قد باهل حيدر مشتت فاسأل عما جرى له، وقد ظلمنا عبد العزيز الحكيم وابنه فاسأل عما جرى لهم، وقد ظلمنا جيش المرجعية وجيش مقتدى فاسأل عما جرى لهم، وليس بعد فترات طويلة، بل لم يمهنهم الله جميعا غير أيام قلائل. حيدر مشتت تصرف كالمجنون، ثم دخل السجن في إيران بتصرفات رعناء، وبعدها هلك في العراق بعد أن ختم عمله بنشر قسم براءة بجريدتها الرسمية
على أن الإمام أحمد الحسن عليه السلام على أني غير محق. وأما عبد العزيز وابنه فلما اعتدوا على المكتب قبل عامين لم تمض سوى أيام حتى أهان الأمريكان عميلهم عمار بن عبد العزيز وأدخلوه السجن، ولو كان ضدهم لكان هذا فخر، ولكنه منبطح لهم ومسالم معهم تماما. وقد زار عبد العزيز البيت الأسود بعد ذلك وتصافح مع بوش عدو الله بكل حرارة. هذا تصرف يدل على فقدان العقل والخزي الدنيوي. وقبل عام، أي قبل أحداث المحرم، اجتمع علينا الجميع، فعبد العزيز الحكيم وابنه قاموا بإغلاق المكتب بعد فتحه بأيام، واعتقلوا عددا كبيرا من الثاني لنا قرب ضريح أمير المؤمنين عليه السلام الأنصار ظلما وعدوانا. ومن ثم كمل جيش المرجعية الشيطانية وجيش مقتدى الجريمة، وقاموا بقتل وهدم دور عبادتنا في كل أنحاء العراق. فما كانت النتيجة؟ وبعد أيام قلائل عبد العزيز الحكيم مصاب بالسرطان، وهذا عذاب وخزي الدنيا قبل الآخرة. وجيش مقتدى وجند المرجعية تذابحوا بينهم في حدث غير مسبوق. ولم يكن الأمر أن قتل طرفنا الآخر أو انتصر على الآخر، بل قام جيش مقتدى بقتل عدد كبير من جند المرجعية، ثم انقلبت الأمور ليحصد جند المرجعية جيش مقتدى. أليس كل هذه آيات؟ أم ماذا يفعل الله لكي تؤمن الناس؟ أيرسل لكل واحد منهم ملكا فوق رأسه يضربه؟ وإذا سأله لماذا ضربتني يقول له لأنك لم تؤمن بأحمد الحسن؟ هل هذا ما يريدون؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انتهى كلام الإمام أحمد الحسن عليه السلام. أما السائل عن أتباع الإمام أحمد الحسن عليه السلام، فأتباعه يتوزعون في كل العالم، في كثير من الدول: العراق، إيران، باكستان، الكويت، قطر، البحرين، الإمارات العربية، مصر، المغرب، نجد والحجاز، الجزيرة العربية، لبنان، الصين، أستراليا، كندا، إنجلترا، السويد، الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى. وبالإضافة للشيعة من أتباعه، من كان من أهل السنة ومسيحيين ويهود آمنوا بهذه الدعوة. معظم هؤلاء آمنوا بسبب التقائه بالأنصار الذين في الخارج، وبينوا لهم الدعوة، أو أنهم اطلعوا على موقع الأنترنت، وكثير منهم رأوا رؤى في المنام فآمنوا، أو أن لديهم دليل غيبي. وهذه كمثال رسالة شخص مسيحي من مصر آمن بالدعوة وأرسلها إلى الإخوة الأنصار عبر الأنترنت. الاسم عمانوئيل رفائيل، البلد مصر. نص الرسالة: فخامة المندوب عن المنقذ، لدي رسالة إليك كتبت قبل 322 عاما من الأسقف سرخيس ميخ المعمدان، محفوظة ومختومة رغم أني لم أستطع حل ألغازها، لكن اسم فخامتكم فيها واضح، أرجو إبلاغي بالعنوان المناسب، مع احتراماتي عمانوئي. من دواعي الحمد والشكر لله أن لديه ابن أبي. وفقهاؤهم خونة فجرة، ألا إنهم أشرار خلق الله، وكذلك أتباعهم ومن يأتيهم ويأخذ منهم ويحبهم ويجالسهم ويشاورهم أشرار خلق الله، يدخلهم نار جهنم، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. يقول الله تعالى: لو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. يعني العلماء والفقهاء.